يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الناحيه المقدسه سلام على طهرها وقدسها ونورها سلام على سيدها وقاطنها بقيه الله برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره الحلقه التاسعه والخمسون بعد الثلاثمائه سلام عليكم على مائده القمر انها اطباقنا المهدويه الرمضانيه الطازجه اطباق البراءه والولايه بنكهتها الزهرائيه الرائقه ومذاقها المهدوي الفاخر براءه من السقيفتين سقيفه بني ساعده في المدينه وسقيفه بني طوسي في النجف وولايه للبيعتين بيعه الغدير الاولى بيعه الامير وبيعه الغدير الثانيه بيعه القائم انه افطار القلوب على مائده المحبوب تفضلوا في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل فلينظر الانسان الى طعامه قال قلت ما طعامه قال علمه الذي ياخذه عمن ياخذه هذا هو الجزء الثاني من عنواننا المتقدم في الحلقه الماضيه عنواننا في الحلقة الماضية الطبق الرابع من اطباق مائدة القمر انه من اطباق البراءة طبق المخللات الحامضة عرضت بين ايديكم جاهليه حوزه النجف فهم لا يعرفون امام زمانهم الذي لا يعرف امام زمانه يحيا حياه جاهليه ويموت ميته جاهليه وهذا هو شان حوزه النجف انني ما كذبت عليهم لقد عرضت بين ايديكم من كتبهم من مصادرهم عرضت ما عرضت من التسجيلات بالصوت او بالصوت والصوره وما عرضت اسما من الاسماء التي تثير الشيعه عليها اشكالا. لقد بدات بالطوسي مؤسس الحوزه المشؤومه في النجف وعرضت بين ايديكم جاهليته وعدم معرفته بامام زمانه وما عرضته بين ايديكم من جاهليته هو هذا الذي مات عليه فقد نقلت لكم من تفسيره التبيان الذي اكمله في اخريات عمره وانتقلت من الطوسي الى الخوئي وكان اسوأ من الطوسي بكثير ومنهما إلى أفضل مفسر عند الشيعة إلى التفسير المركزي إلى مجمع البيان للطبرسي ومن الطبرسي إلى أهم مفكر في تاريخ حوزة النجف محمد باقر الصدر وقرأت عليكم ماذا تعلم منه تلاميذه وماذا نقل عنه ابرز تلاميذه كاظم الحائري قرات ذلك الهراء وذلك الضلال الواضح ذلك الضلال الذي يتبناه محمد باقر الصدر ويتبناه كاظم الحائري ايضا وقرات عليكم جاهليه ابرز شخصيه شيعيه معممه في الاجواء السياسيه في زمن المعارضه وما بعد سقوط النظام البعثي المجرم محمد باقر الحكيم ما كتبه ايام المعارضه انها معارضه الضلال انها المعارضه التي بنيت عقائدها على الفكر الجاهلي القذر تلك هي المعارضه الشيعيه العراقيه ومن هنا كنت اعارضها لهذا سبب وهذا الامر يعرفه الذين كانوا يعاصرون تلك الايام ويعيشون فيها ومن محمد باقر الحكيم إلى الخطيب الأبرز في النجف إلى الوائل وعرضت ما عرضت بصوته من هرائه وسفاهته وضلاله وبتريته الواضحة حيث يقول عن عقل إمام زماننا عن العقل الذي يفسر كاف هاء ياء عين صاد بكربلاء وهلاك العتره ويزيد قاتل الحسين وعطش الحسين وصبر الحسين يصف العقل الذي يفسر هذا التفسير بأنه عقل عجوز مخرفه ومن الوائل انتقلت بكم الى المرجع الاعلم الذي انتخبه السيستاني مرجعا لمقلديه يعودون اليه في المسائل الاحتياطيه انه اسحاق الفياض وعرضت بين ايديكم جاهليته وضلاله حيث يتحدث في دروسه وأبحاثه في حوزة النجف عن أن معرفة الإمام ما هي من الأصول إنما هي من فروع الدين وعرضت أيضا بين أيديكم ماذا كان يقوله ابن السيستاني محمد باقر وكيف يتحدث بذلك الهراء وبذلك الضلال وبتلك السفاهه السيستانيه وانتقلت بعد ذلك الى باقر الايرواني وباسلوبه الشيطاني الابليسي كيف تحدث عن غيبه امام زماننا وساعود اليه في حلقه يوم غد لانني ما نقلت لكم المقطع كاملا سأنقله لكم كاملا واتحدث عنه في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى كل هذا عرضته بين ايديكم بالحقائق والوثائق وطلبت منكم ان تتابع الاعاده كي تحافظوا على استشعاركم لقبح هؤلاء لقبح حوزه النجف ولضلالها ولجاهليتها ولسوء معرفتها بامام زمانها واقول لهم اقول لهؤلاء الجاهليين الجهلاء ولهؤلاء الاغبياء السفهاء من ايات الله العظمى كذبوني يا ايها السفهاء يا ايها الاغبياء يا ايها المراجع العظام ولو بحرف واحد فهذا هو ضلالكم وهذا هو تيهكم وهذا هو جهلكم والشيعه تركض وراءكم من جهل الى جهل ومن جهاله الى جهاله ومن جاهليه الى جاهليه واوضح الادله على جاهليتكم هو سوء معرفتكم بامام زمانكم مثلما عرضت لكم بالوثائق وما هي الا نماذج والا فانني قد عرضت في سائر برامجي اكثر من ذلك، عرضت من قبائح مراجع حوزة النجف وكربلاء، وكشفت عن عوراتهم القذرة الوسخة النتنة، اتحدث عن عورات دينهم، عن عوراتهم العقائدية الفكرية، كذابون سفله بهذه العورات العقائديه ويدعون انهم نواب لصاحب الزمان فهل ان صاحب الزمان يعين السفهاء والاغبياء يعين هؤلاء الثولان نوابا له اي منطق هذا؟ اما ان صاحب الزمان غبي ولذا فهو ينصب الاغبياء والسفهاء نوابا له واما ان لا يكون موجودا لا وجود له واما ان يكون موجودا وهو الوجود الاقدس الاطهر الانور وهؤلاء هم الكذابون السفله الحقيقه هي هذه هؤلاء هم الكذابون الدجالون السفله الذين يدعون انهم نواب لصاحب الزمان وهم لا يعرفون هذا الذي ينوبون عنه الحقائق مرت عليكم ومن هنا فان الائمه أخبرونا أمير المؤمنين في خطبة خطبها في الكوفة خطبها في العراقيين حذرهم حذرهم من مرجعيات دينية في النجف أنسابهم حسينية هؤلاء سيكونون مدعومين ومؤيدين من قبل النواصب من قبل الامويين لماذا لانهم قد نبذوا عهد الامامه والولايه مثلما وصفهم صاحب الزمان في الرساله الاولى للشيخ المفيد ماذا يقول امير المؤمنين اقرا عليكم من عوالم العلوم مع مستدركاتها عوالم العلوم للمحدث عبد الله البحراني أما المستدركات فقد أضافتها مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة عوالم العلوم ومستدركاتها وهذا هو الجزء الثالث من مجموعة عوالم الإمام المهدي صفحة ثلاثمية وسبعة عشر رقم الحديث 1804 أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خطب بالكوفة خطب بالعراقيين أيها الناس أيها الناس الزموا الأرض من بعدي وإياكم واياكم واياكم والشذاذ من ال محمد شذاذ من ال محمد فانه يخرج شذاذ ال محمد فلا يرون ما يحبون لماذا لعصيانهم امري ونبذهم عهدي اهم صفه في هؤلاء الشذاذ الذين هم من ال محمد ينتسبون الى ال محمد فانه يخرج شذاذ ال محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي أبرز صفة فيهم أنهم نبذوا عهد الولاية نبذوا عهد الغدير إمام زماننا في الرسالة الأولى التي بعث بها إلى الشيخ المفيد سنة أربعمية وعشرة في أواخر أيام مرجعيته لأن المفيد توفي في بداية شهر رمضان سنة 413 للهجرة توفي في بغداد في بداية شهر رمضان سنة 413 الرسالة الأولى وصلت إلى المفيد من الناحية المقدسة سنة 410 وعشرة أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 175 إمام زماننا يخاطب مراجع الشيعة وزعماء الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم لقد زلت اقدامكم زلت اقدامكم يا ايها الشيعه لماذا ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعه مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا تركتم منهج السلف الصالح منهج رواة الحديث ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هؤلاء الشذاذ في الكوفة أمير المؤمنين يتحدث في الكوفه مع العراقيين مع الكوفيين ويوجه الخطاب لشيعته وليس الى النواصب ولذا يحذرهم من شذاذ ال محمد من اصحاب العمائم السوداء في زماننا هذه خطبه لسيد الاوصياء في الكوفه يتحدث مع الكوفيين مع العراقيين انه يتحدث مع الشيعه والخطاب موجه لنا لان الشذاذ سياتون من بعده هكذا قال ايها الناس الزموا الارض من بعدي هو لا يتحدث عن زمانه يتحدث عن زماننا ايها الناس الزموا الارض من بعدي واياكم والشذاذ اي شذاذ هؤلاء من ال محمد فانه يخرج شذاذ ال محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم امري ونبذهم عهدي هؤلاء الذين يقومون بعمل سياسي هذه الحركات السياسية الشيعية التي تتزعمها العمائم السوداء هؤلاء هم الشذاذ فلا يرون ما يحبون لماذا؟ لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي لقد نبذوا عهد الغدير أما مراجع الشيعة فحالتهم أسوأ هذا خطاب إمام زماننا إليهم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ما بين هذا وهذا أمير المؤمنين يحذر العراقيين وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة الراية الزعامة والأتباع الراية تعني فكرة وزعامة وهيمنه على الاتباع هناك اتباع وهناك فكره وزعامه وهناك هيمنه للزعامه على الاتباع عبر تلك الفكره هذه هي الرايه انهم مراجع حوزه الطوسي وتخرج رايه من ولد الحسين تظهر بالكوفه بدعامه اميه اميه هي التي تدعمها النواصب بدعامه اميه وتخرج رايه مرجعيه من ولد الحسين هذه قد تنطبق على السيستاني وقد تنطبق على غيره ربما تكون الروايه خاصة بالسيستاني وربما لا تكون خاصة لكن السيستانية في زماننا مصداق من مصادقها فهو راية وهو حسيني ومرجعيته مدعومة من النواصب بنحو غريب لم تدعم مرجعية من قبل النواصب من كل الاشكال المرجعيات السابقه دعمت من النواصب ايضا ولكن ليس كمرجعيه السيستاني هذا هو الواقع الذي نستطيع ان نتلمسه منذ سنه 2003 ميلادي والى الان وان كانت القضيه قبل ذلك لكن الامر بات واضحا لان الرجل ورط نفسه في مستنقع السياسه القذر فتكشفت الاوراق وظهرت العورات الحقيقيه المغطاه عورات مرجعيه السيستاني وعورات حوزه النجف عموما تكشفت الاوراق وظهرت العورات النجفيه النتنه انها عورات المرجعيه الطوسيه ساعرض لكم فيديو لصغير من صغار هذه المرجعية انه اجواد الخوئي حفيد الخوئي يحدثنا عن العلاقة فيما بين مرجعية النجف والاتجاهات الناصبية عن جده عن السيستاني عن بقية مراجع النجف الاغبياء وماذا هو موقفهم من الاتجاهات الناصبيه المختلفه ابتداء من قتله الزهراء وانتهاء بالدواعش وغيرهم من النواصب رجاء اعرضوا لنا الفيديو اليس المرجع الاعلى للطائف الشيعيه في العراق قال السنة اخوتنا بل انفسنا واصدر تلك الوثيقه الانسانيه الهامه للمتطوعين واوضح لهم القيم الاسلاميه الانسانيه في التعامل مع الد عدو للبشريه اعتبر وهو داعش اكيد لاحظتوا عشر صفحات عشرين نقطه كيف تتعاملون مع اعدائكم وهل تعلمون ان هناك رايا قيما في النجف الاشرف يقول ان داعش ليس بنواصب ولا اريد اخوض بهذا التفصيل لانه النواصب لهم احكام خاصه شديده جدا وهناك راي محترم في النجف يقولون ان دواعش ليس بنواصب هذول مقاتلين ضالين مفسدين اما مو نواصب بل قد اضيف شيئا ان الإمام الراحل السيد الخوئي رايا وقد يناقشه الاخرون هذا حقهم في كتابه فقه الشيعه يقول ان الشيخين عمر وابا بكر ليس بالنواصي اتمنى على الكنترول روم ان يعيدوا بث الوثيقه حتى يتسنى للمشاهدين ان يدققوا فان جواد الخوئي حفيد المرجع الخوئي تحدث بشكل سريع عن موقف جده من النواصب وعن موقف مرجعيه السيستاني وعن موقف مراجع النجف عموما هناك ميل واضح من الخوئي من السيستاني من النجف عموما هناك ميل الى احضان النواصب هنيئا لهم بذلك وهذا هو السبب في خذلانهم وعدم توفيقهم ان يعرفوا امام زمانهم هذا هو السر فإمام زماننا في رسالته إلينا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هذا الميل العقلي والقلبي والمعرفي والثقافي إلى النواصب إلى مستنقعاتهم القذرة فهؤلاء المراجع مراجع النجف وكربلاء يكرعون في تلك المستنقعات القذره لهذا السبب صاروا جاهليين وجهلاء وصارت معرفتهم بامام زمانهم معرفه جاهليه لانهم لا يعرفون امام زمانهم وفقا لموازين بيعه الغدير التي نبذوها وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون مثلما وصفهم صاحب الامر صلوات الله عليه في رسالته الى المفيد والتي قراتها عليكم قبل قليل رجاء اعيدوا بث الوثيقه اليس المرجع الاعلى للطائف الشيعيه في العراق قال السنة اخوتنا بل انفسنا واصدر تلك الوثيقه الانسانيه الهامه للمتطوعين واوضح لهم القيم الاسلاميه الانسانيه في التعامل مع الد عدو للبشريه اعتبر وهو داعش اكيد لاحظت عشر صفحات عشرين نقطه كيف تتعاملون مع اعدائكم وهل تعلمون ان هناك رايا قيما في النجف الاشرف يقول ان داعش ليس بنواصب ولا اريد اخوض بهذا التفصيل لانه النواصب لهم احكام خاصه شديده جدا. وهناك راي محترم في النجف يقولون ان دواعش ليس بنواصب. هذول مقاتلين ضالين مفسدين اما مو نواصب بل قد اضيف شيئا ان للامام الراحل السيد الخوئي رايا وقد يناقشه الاخرون هذا حقهم في كتابه فقه الشيعه يقول ان الشيخين عمر وابا بكر ليس بالنواصب الظاهر النواصب ان هي ام اللبن حسن ملص الظاهر النواصب فقط هؤلاء انا لا اريد ان اعلق اكثر من ذلك هذا الجزء الثاني من مذكرات عمرو موسى الذي عنونه كتابية سنوات الجامعة العربية الطبعة الأولى 2020 ميلادي دار الشروق القاهرة مصر صفحة 111 وفي الصفحة التي قبلها أيضا يتحدث عن زيارته للسيستاني السبت 22 10 2005 ميلادي زار السيستاني في بيته في النجف في آخر اللقاء السيستاني طلب أن يختلي به لوحده وفي الغرفة المجاورة محمد رضا السيستاني كان يختلي لوحده بابن حلي من مساعدي عامر موسى السيستاني أصر على عامر موسى ولأكثر من مرة لا تلقوا بالعراق في احضان ايران إذن في اي مكان وفي اي احضان سيلقون بالعراق انها احضان النواصب التي كان يتحدث عنها الجواد الخوئي تلك هي احضان النواصب لا تلقوا بالعراق في احضان ايران، لا شان لي بسياسه ايران وحكومه ايران. انا اتحدث عن شيعه ايران. الرجل ايراني يريد ان يقطع الصله بين شيعه العراق وشيعه ايران، كل ذلك لاجل مصالحه الدنيويه. لاجل زعامته وزعامه ولده من بعده امر دنيوي قذر وسخ صاحب الامر يقبل بهذا المنطق رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على نفس هذا الموضوع من برنامج ساعه مع هارون عبر قناة آسيا الفضائية. طيب في هذه الحالة الزيارة قلت انه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة. آي آه تمام. آه مكتوبة في في الكتاب آه أنا عايز لك. أسمعها. يعني آه. عايز مش بس العينين إنما الأذنين. <applause> طبعاً. آه. <تصفيق> <تصفيق> العبارة هي: "لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران". نص كلمتي. رجاء أعيد بث الفيديو طيب في هذه الحادث الزيارة قلت انه اخرج الجميع وابقاك لكلمة معينة هاي آه تمام أوه. اه مكتوبة في الـ في, الـ في الكتاب آه أنا عايز اسمعها يعني آه. عايز مش بس العينين انما الاذنين <applause> طبعا اه <تصفيق> <تصفيق> العبارة هي لا تلقوا بالعراق في احضان ايران نص كلمتي فلماذا لا يدعم النواصب حينئذ هذه المرجعيه وتخرج رايه من ولد الحسين تظهر بالكوفه بدعامه اميه ويشمل الناس البلاء وهذا هو الذي يجري في واقعنا اليوم قلت لكم قد تكون الروايه وردت بنحو خاص بخصوص السيستاني لانه على طول تاريخ الشيعه لم تاتي مرجعيه القت بنفسها في احضان النواصب مثلما فعلت مرجعيه السيستاني وفي الخفاء يحوك المؤامرات مع عمرو موسى لإلقاء شيعة العراق في أحضان النواصب وهذا هو الذي جرى وهذا هو الذي جرى لقد ألقى السيستاني شيعة العراق في أحضان النواصب ما هذه الحقائق أمامكم واضحة سأعرض لكم فيديو لاجواد الخوئي ايضا لقاء في ايران مع اجواد الخوئي باللغه الفارسيه واللقاء هم الذين ترجموه الجهه التي اجرت اللقاء هي التي ترجمت اللقاء الى العربيه يتحدث اجواد الخوئي عن أن الذين يحبون السيستاني ويناصرون السيستاني السنة بنحو أكثر من الشيعة وهذه حقيقة قطعا بغض النظر عن جموع الحمير الديخيين الذين هم من مقلدي فكل مرجع عنده جموع من الحمير الديخيين وهذا ما هو بانتقاص منهم هذه سيرة مراجع الشيعة مع مقلديهم اتحفونا بالوثيقة الديخية قبل أن تعرضوا لنا فيديو إجواد الخوري ما أريد أجيب الأسماء واحد قال لي أدلع. على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت له اخر بابا ما توصل النوبه الي قال توصل اطمئنا تركبهم يعني مش ايش اه يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباره واحد من الاعلام قبل خمس سنين قال لي تستعجل وش ده اقول تركب <تصفح> يعني خلاقه اهمي شنو؟ خلاقه اهمي شنو؟ شنو يقول لك حركه صدمه؟ حقوش ديخ عربي وحش والناس كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء عرفنا قال تركب مثل ما تركب فلان وغاي لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعه لا اقول واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه والله هذا واقع الشيعة هذه حقيقة حقيقة المراجع يستحمرون الشيعة يتخذونهم حميرا هذا هو واقع الشيعة منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة الديخية في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة ومراجع النجف وكربلاء يستحمرون الشيعة عبر هذه القرون وإلى هذه اللحظة رجاءً اعرضوا لنا فيديو اجواد الخوي موضوع فن خیلی مهمه حضرت فتر الله عزمه با اون اقلانیت انسانیت حکمت با اون روش که دارن الان مرجع شیعه نیست فقط در عراق شده مرجع کل عراقی الان سنی های عراق از آقای سیستانی بیشتر از شیعه دفاع میکنن بلکه متاسف متاسف متاسفانه ده دفعه 99 درصد که در عراق به مقام مرجعیت و حوزه بی ادبی و جسارت میکنن متاسفانه شیعه های متاسفانه متدینه اینو با آمار من میگم شاید بحث های حالا عربی فارسی نمیدونم این مسائلی که حالا وجود داره عجم عربی و اینها نه نه اصلا قومیتش نیست چی هست؟ اصلا دیدگاه ها اونا بر خودشون هر کدوم شده ولی یه فقیه هر کدوم خودش رو حق مطلق میبینه و دیدگاه بقیه رو باطل مطلق میبینه تا اینجا شما باز مشکل ندارین جسارت بی ادبی تخوین اهانت کردن مهم رقابت های بیتی هست چی هست بیتی هم نیست نه اینا اسلام سیاسی دیگه اون حالا اه... بماند بله به هر حال گفتم اون فعالان سیاسی شیعی که حالا اون یک سری از روحانیونی که هستن تا جایی که ما میدونیم در فعالیت های مجاهدانه هم که شرکت کرده اونها همه محترم بله، و یعنی بله، مقلد من درسته من این میگن، میگم اما اونا محصرن و از یک طیف و از یک قشرن و بله. بله. به هر حال روش آقای سیستانی به نمیخوره آقای وقتی بهشون میگه در سیاست وارد نشین به نمیخوره وقتی میگه در کارهای اقتصادی وارد نشین شما روزی که این تشکیلات تأسیس شد هدف چی بود؟ دفاع از عراق. قرار نشد تو سیاست وارد بشین قرار نشد تو کارهای میلیاردی وارد بشین قرار نشد تو تجارت و اقتصاد وارد بشین شما از هدف داری منحرف میشین خب معلومه این آقا الان سی تا ماشین پشت سرش رو میره الان یکی از بندرهای عراق دستشه میاد حرف آقای گوش بده معلومه چار پنج از این بچه ها میکنه تو این رسانه ها به هر حال این بریم تو این زمینه. خلاصه آقای سانی خود ارزش کنه الان در عراق مرجعیت فقط اهل عراق نیست که متاسفانه بعضی رسانه های دوست می مرجع عراق نه آقای سانی مرجع عراق نیست مرجع شیعه عراق هم نیست آقای سانی مرجع کل عراقی چه از مسیحی چه از بیدین چه از لایک چه از سنی و مرجع جهان تشیع شیعه سعودی افتخار میکنه شیعه افغانی و پاکستان افتخار میکنه به هر وشهد شاهد من اهلها هم الذين يتحدثون عن انفسهم جواد الخوئي هو جزء من منظومه المرجعيه السيستانيه ويدعم دعما معنويا هائلا ودعما ماديا هائلا أجواد الخوئي يلوم الآخرين من أنهم توجهوا إلى العمل السياسي والاقتصادي والتجاري لماذا لا توجه اللوم إلى نفسك أنت فأنت مخبر للمخابرات الأمريكية وهذا الكلام ما هو بدعايات فقد عرضت الوثائق القطعيه الصحيحه وهي موجوده على الموقع المعروف ويكليكس ومن هناك جلبنا تلك الوثائق وعرضناها على شاشه القمر عرضناها بنسختها الانجليزيه الاصليه وعرضناها بالنسخه المترجمه باللغه العربيه ترجمناها ونقلنا تلك الترجمه كل هذا تم عرضه وبشكل واضح وموثق في الحلقات المختصه بهذا الموضوع من حلقات هذا البرنامج من حلقات برنامج الخاتمه هناك الوثائق القطعية الأكيدة التي تثبت أن مؤسسة الخوئي في لندن من أيام عبد المجيد الخوئي ترتبط بالمخابرات الأمريكية وكذلك أجواد الخوئي مخبر ينقل الأخبار عن إيران وعن العراق عن سياسي بغداد وعن مراجع النجف وكل هذا موثق بالوثائق الصحيحة والدقيقة وهذا عرضته على هذه الشاشة ولا يستطيع أحد أن يكذبني بحرف واحد أتحداهم لأن الوثائق حقيقية بدرجة مئة بالمئة فأنت رجل جاسوس لماذا توجه اللوم إلى الآخرين ومع أنك جاسوس ومخبر للمخابرات الأمريكية فإنك قد شكلت مجموعة سياسية إشراقة كانون أليست هذه المجموعة تابعة لك؟ أنت رئيسها مجموعة إشراقة كانون التي اشتركت في الانتخابات في الانتخابات الأخيرة في العراق وصعد إلى البرلمان مجموعة من أعضائها هؤلاء هم مجموعه اجواد الخوئي لماذا تلوم الاخرين؟ ما انتم كلكم من طينه واحده ما انتم كلكم دجالون دجالون امير المؤمنين في نفس خطبته ماذا يقول؟ وإياكم وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين هذه المصادق بين أيديكم هذا جاسوس ومخبر للمخابرات الأمريكية بالوثائق الأمريكية بالوثائق الأمريكية هذا جاسوس ومخبر للمخابرات الامريكيه وهو زعيم كتله سياسيه في البرلمان اشراقه كانون هذه كتلته مجموعته ويعبث عبثا بالشان العراقي الى ابعد الحدود فالسيستاني يوفر له عشرات الملايين عبر التجار الذين اجاز لهم ان يدفعوا الملايين لاجواد الخوئي ربما شكرا لابيه محمد تقي الخوئي الذي صنع من السيستاني مرجعا في الوقت الذي كان السيستاني لا يساوي فلسا واحدا في سوق المرجعيه ابو اجواد الخوئي هو الذي صنع من السيستاني مرجعا اعلى للشيعه محمد تقي الخوئي هؤلاء هم الذين يتحكمون في الشيعه ويتخذون من الشيعة حميرا ويتحدثون بهذه الطريقة لا أعلق أكثر من ذلك ولكنني أقرأ ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة نفسها التي حذرنا من مرجعية نسب المرجع فيها يعود للحسيني ويكون مدعوما من النواصب وتخرج رايه من ولد الحسين تظهر بالكوفه بدعامه اميه الى ان يقول سيد الاوصياء: واياكم والدجالين من ولد فاطمه فان من ولد فاطمه دجالين ويخرج دجال من دجلة البصرة هذا الذي يدعي أنه اليماني ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني وليس مني نسبا وليس مني دينا وهو مقدمة الدجالين كلهم هو أول دجال من الدجالين الذين سيكون لهم ظهور حضور في الزمان القريب من زمان الارهاصات والعلامات الحتميه وهذا هو الذي نتلمسه قطعا لا اقول هذا الكلام بدرجة مئة بالمئة ولكنني أقول هذا الكلام بدرجة تقارب ذلك لأجل الإعلام أما فيما بيني وبين نفسي فهذه الروايات تنطبق على واقعنا وتنطبق على هؤلاء القوم نذهب إلى فاصل عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان الله عز وجل اوضح بائمه الهدى من اهل بيت نبينا عن دينه وابلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه فمن عرف من امه محمد صلى الله عليه واله واجب حق امامه وجد طعم حلاوه ايمانه وعلم فضل طلاوه اسلامه لان الله تبارك وتعالى نصب الامام علما لخلقه وجعله حجه على اهل مواده وعالمه والبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار يمد بسبب الى السماء لا ينقطع عنه مواده ولا ينال ما عند الله الا بجهه اسبابه ولا يقبل الله اعمال العباد الا بمعرفته هذا الواقع الجاهلي السفيه الناصبي القذر هذا الواقع الذي حدثتكم عنه في الحلقه الماضيه وفي هذه الحلقه في طبقنا الرابع انه طبق المخللات الحامضه هذا الواقع الحامض هذا الواقع الذي حدثتكم ما حدثتكم عنه هو الذي ينتج لنا مراجع يحدثوننا عن امام زماننا كالذين مر ذكرهم او كالتحفه التي اريد ان اعرضها بين ايديكم بشير النجف من المراجع العظام في حوزه الطوسي في حوزه النجف يحدثنا عن موضوع حساس جدا يحدثنا عن ولاده امام زماننا الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه اتمنى عليكم ان تتابعوا الفيديو وهو من انتاج مركز الدراسات التخصصيه في الامام المهدي سنعرض لكم دراسه تخصصيه عجيبه من عجائب هذا الزمان اتمنى عليكم ان تدققوا في هذه الدراسه التخصصيه التي سيقدمها لنا بشير النجفي رجاء اعرضوا لنا الفيديو ولادة انسان من انسان من هذا القبيل يقال زيد ابن عمرو هل يمكن تولد معرفة تولد زيد من نطفة عمرو هل يمكن إهراز ذلك بالمشاهدة مستحيل مستحيل ذلك لأن تولد زيد بن عمرو يمر من مراحل والكثير من تلك المراحل لا يمكن إدراكها بإحدى الحواس الخمسة كونه من نطفة زيد. أو <applause> الذي يمكن اثباته بالمشاهده ان زيد واقع زوجته فقط. لان يعني واقع امرنا محسوس. واما أن وانه كذب في رحم زوجته اذا يمكن احرازهما في بعض الاحيان بلا ولكن أن زيد تكون من نطفة زيد من نطفة عمرو لا سبيل للمشاهدة إلى ذلك أبدا كيف يمكن كيف يمكن ذلك؟ أفرض زيد كان يوقع من أين ثبت عن عمرو تولد من نطفة زيد كيف يمكن معرفته؟ لا يمكن ذلك أبدا بل بعض الفقهاء من العامة والخاصة يقالوا عرض نسبة المتولد على الفراش إلى صاحب الفراش اللي هو بظاهر الإسلام بظاهر الإسلام بظاهر الإسلام لأنه لا سبيل إلى ذلك إذ يمكن أن يكون نطفة شخص آخر وقعت كثرة منها في مكان وامرأة خالد هذا تقع جلست في ذاك المكان والرحم يجذب البني من الخارج ربما تكون هذا من غير نطفة زوجي هذه المرأة. احتمال وارد هذا ماذا يثبتنا؟ يثبتنا أنه لا يمكن إدعاء الإحراز بإحدى الأحراز على خمس أن فلان متولد من نطفة ولا. أو هذه مرحلة ثم بعد ذلك انتقلت النطفة إلى رحم الأم وبعد ذلك من عين ندرك حتى ولو كانت امرأة كنا عادلة مؤمنة صالحة تمام الصلاة ولكن قلنا هذا الرحم يجب المني كمان بل اخوتي من باب هاي تقريباً المطلب لابي حنيفه مساله هذا فتوى نكله احنفيه وغيرهم وموجوده هاي الفتوى كتاب المغني لابن القدامى وغيره هاي الفتوى موجوده ومعروفه انه تزوج شكت وهو في المشرق امراه في المغرب وبعد فتره هذه المرأة جابت بولد ولم يرى أي منهما صاحبه في هذا لم يراه لا يحق لذلك المسكين الزوج أن ينكر هذا ولادة هذا الولد من عنده لما يقول لعل هوى حمل نطفة ذاك وأوقعه في منطقة معينة وهناك رحم المرأة جلب هذه النطفة فتكون منه زين اني هذا وين اصنفه؟ ساقرا عليكم حديثا فيه ذكر للعظماء الحكماء الحلماء الخطباء الالباء الشعراء الادباء البلغاء هذا ويا اي مجموعه راح اخلي؟ انتم قولوا لي اخلي ويا مجموعه العظماء الحكماء الحلماء الخطباء الألباء الشعراء الأدباء البلغاء ويا أي مجموعة يبدو أن هذا الحديث الذي بين يدي حديث ناقص يحتاج إلى تكملة مجموعة المراجع المهرجين بالله عليكم بهذه الطريقة أنتم الشيعة تطلعون للناس تثبتون للناس ان الامام الحجه مولود بهذه الطريقه ذولهم هم مراجعكم. وهذه المحاضره مرتبها مركز الدراسات التخصصيه في الامام المهدي من مراكز خيمه مرجعيه السيستاني من المراكز التي تحت سقف خيمه مرجعيته. هذه الطريقه من خلالها نثبت ولاده الامام الحجه ثم هل سمعتم ان رحم المراه يجذب المني بايه طريقه كيف ان رحم المراه يجذب المني الذي يكون مثلا على الارض على الفراش على الطاوله في اي مكان من الامكنه كيف يجذب رحم المراه المني هل سمعتم بهذا ونحن في القرن الحادي والعشرين وهذه المحاضره العظيمه هذه الدراسه التخصصيه من الدراسات التخصصية في مركز الإمام المهدي هذه الدراسة التخصصية بعد 2003 بعد السقوط بعد سقوط النظام الصدامي يعني توفرت الوسائل لهم ولكن واقعهم هذا الوسائل متوفرة الظروف متوفرة كل شيء تحت أيديهم هم الذين يحكمون العراق هؤلاء ويحكمون الشيعة في العالم هؤلاء هم مراجعكم يا أيها الشيعة أم أم وأمدا مراجعكم على طيحة حظكم هذا هذا هو اللي طلعت به غير هذا احسن ما عندكم نذهب الى فاصل عن محمد بن مسلم عن امامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه قال لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين من الفضل لماتوا شوقا وتقطعت أنفسهم عليه حسرات قلت وما في قال من أتاه تشوقا كتب الله له ألف حجة متقبلة وألف عمرة مبرورة وأجر ألف شهيد من شهداء بدر وأجر ألف صائم وثواب ألف صدقة مقبولة وثواب ألف نسمة أريد بها وجه الله ولم يزد محفوظا سنة من كل آفة أهونها الشيطان ووكل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق راسه ومن تحت قدمه فان مات سنته حضرته ملائكه الرحمه يحضرون غسله واكفانه والاستغفار له ويشيعونه الى قبره بالاستغفار له ويفسح له في قبره مد بصره ويؤمنه الله من ضغطة القبر ومن منكر ونكير ان يروعاه ويفتح له بابا الى الجنه ويعطى كتابه كتاب بيمينه ويعطى له يوم, يوم القيامة, القيامه نورا يضيء لنوره ما بين المشرق والمغرب, والمغرب وينادي مناد هذا من زار الحسين شوقا اليه فلا يبقى احد يوم القيامه الا تمنى يومئذ انه كان من زوار الحسين صار واضحا لديكم كيف ان حوزه النجف وكيف ان مراجع النجف وكيف ان مفكري النجف وخطباء النجف كيف انهم يفكرون وكيف انهم يعتقدون مضمونهم العقائدي وعلاقتهم العقائديه بإمام زمانهم صارت واضحه لديكم من زمان شيخهم الطهسي الى يومنا هذا وكل ذلك قد عرضته بين ايديكم بالحقائق والوثائق. هذه حجه عليكم كي لا تتبعوا هؤلاء في دينهم كي لا تاخذوا عقيدتكم منهم لانهم سياخذونكم الى الضلال. اقرا عليكم جانبا من حديث امامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهو يعرفنا بمواصفات ومنازل الامام المعصوم امام زماننا امام كل زمان من الازمنه المتقدمه. هذه مواصفات رسول الله. هذه مواصفات امير المؤمنين. هذه مواصفات الصديقه الطاهره. هذه مواصفات الحسن والحسين. هذه مواصفات التسعه المعصومين من ولد الحسين هذه مواصفات قائم ال محمد هذا هو الامام المعصوم الحديث طويل طويل وقد شرحته شرحته كاملا في سالف الايام شرحته كاملا وبشكل مفصل اكثر من مره فيما تقدم من السنين ولكنني اخذت العديد من مقاطعه وشرحتها في برامجي المختلفه ساخذ جانبا من هذا الحديث الرضوي الشريف اقرا عليكم من الجزء الأول من الكاف الشريف وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران الحديث الرضوي يبدأ في صفحة ميتين واثنين وعشرين باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته إنه الحديث الأول بسنده عن عبد العزيز بن مسلم قال كنا مع الرضا صلوات الله عليه الحديث طويل إمامنا الرضا يقول في جانب من هذا الحديث الشريف فمن ذا الذي يبلغ معرفه الامام حتى يتحدث هؤلاء بهذا الهزال وبهذا السخف فمن ذا الذي يبلغ معرفه الامام أو يمكنه اختياره لأن الذي يمكنه اختياره لا بد أن يكون عارفا بالخلائق طرا وعارفا بحقيقة الإمام وحينئذ يستطيع أن يختاره فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات هيهات, هيهات هذا التعبير يستعمل لاستبعاد الأمور واستحالتها لا يمكن ان تتحقق فمن ذا الذي يبلغ معرفه الامام او يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول ضلت العقول اذا وصلت العقول الى فنائه ضلت ضلت تساقطت كل حساباتها وانحرفت كل تصوراتها ضلّت العقول والعقل هو أعلى مستوى من مستويات الإدراك عند الإنسان أعلى مستوى من مستويات الادراك عند الانسان الطبيعي عند الانسان الذي ليس مصابا بالامراض النفسيه والعقليه والجسديه التي تؤثر على العقل والنفس ضلت العقول وتاهت الحلوم الحلوم هي مرتبه اعلى في مراتب العقول بعد ان تكون العقول قد اشبعت علمه فقد يكون العاقل عاقلا لكن علمه قليل فهذا العاقل الذي يكون علمه قليلا لن يكون حليما بتمام معنى هذا الوصف اذا ما وصف بالحلم سيكون الوصف وصفا متسامحا فيه الحلوم هي العقول التي اشبعت علما في الكافي الشريف لما ناتي الى الصفحه الثالثه والخمسين باب صفه العلماء الحلم يفترض ان يكون قرينا للعلم للعلم الحقيقي هكذا يكون التكامل في العلماء الحديث الاول لا اريد ان اقرا الاحاديث بكل تفاصيلها وانما اذهب الى موطن الحاجه فقط فيما يرتبط بعلاقه العلم مع الحلم امامنا الصادق يقول اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار. فالحلم قرين العلم. الصادق هكذا يقول: اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار. من الباب نفسه في الصفحة الرابعة والخمسين الحديث الرابع عن إمامنا الرضا إن من علامات الفقه والفقه هو العلم الفقه هو علم القرآن وعلم حديث العتره هذا في ثقافة أهل البيت الفقه الآن يطلق على الفتاوى والاحكام الفتاوى والاحكام في حاشيه الفقه الفقه حقائق القران وحقائق معارف اهل البيت ان من علامات الفقه الحلم وصمت هناك اقتران ما بين الحلم والعلم في الصفحه الخامسه والخمسين من الباب نفسه عن امامنا الصادق يقول كان امير المؤمنين صلوات الله على امير المؤمنين وعلى الصادق المصدق امامنا الصادق يقول كان امير المؤمنين يقول يا طالب العلم ان للعالم ثلاث علامات العلم والحلم والصمت هذه علامات العالم الامام يتحدث عن العالم الحقيقي لا عن سفهاء النجف هؤلاء ما هم علماء العلماء علماء قران محمد وال محمد علماء حديث العتره المفهم بقواعد تفهيمه هؤلاء هم العلماء لا أولئك الذين يكرعون في قذارات ونجاسات العيون الكدرة الناصبية يا طالب العلم إن للعالم ثلاث علامات العلم والحلم والصمت وهذا الامر في الانسان هو مظهر من مظاهر اقتران العلم والحلم في صفات ائمتنا وفي صفات الحقيقه المحمديه وفي صفات الله سبحانه وتعالى نحن نقرا في هذه الليالي في دعاء الافتتاح الدعاء المروي عن الناحيه المقدسه اقرا عليكم من مفاتيح الجنان ماذا نقرا في هذا الدعاء الحمد لله على حلمه بعد علمه هذه حقيقه اقتران الحلم مع العلم الحقيقي لا مع السفاهه التي عند مراجع النجف الحلم هذا غير الحلم الذي قد يكون متوفرا عند جاهل من الجهلاء هذا حلم يكون فيه العقل في اعلى درجاته بعد ان يكون العقل قد اشبع بالعلم وكل هذا وكل هذا مظهر اصله هنا الحمد لله على حلمه بعد علمه اعود الى حديث امامنا الرضا ضلت العقول وتاهت الحلول ضلت اختلطت أدلتها وتساقطت حججها فما بقي في يدها شيء تستطيع أن تستدل به أو أن تصل من خلاله إلى ما تبغي ضلت العقول وتاهت الحلوم. وأما التيه فإن الحلوم برغم أن أصحابها قد تشبعوا بالعلم وقعت الحلوم في متاهة في حيرة من أمرها. لا تعرف من اين تبدا ولا تعرف اين تنتهي وتلك هي المتاهه ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الالباب الالباب جمع للب واللب اعلى من الحلم انه زبده العقل حينما يكون العقل مشبعا بالعلم الحقيقي ويصل العقل الى اعلى مراتبه الى مراتب الحلوم اذا ما اطال التفكر والتدبر وذهب في التمعن والتفهم وغاص في دقائق الامور قطعا مع التوفيق فان العقل سيصل الى هذه الدرجه هذه خلاصه العقول لباب الاشياء خلاصتها حين اقول لباب الحليب زبده الحليب لبابه زبدته النقيه الصافيه لبابه حين اخذ فاكهه الرمان واستخرج عصيرها المركز النقي الصافي لباب الرمان اللباب الخلاصه الصافيه اللب خلاصه العقول والحلوم ومن هنا جاء الترتيب هذا الترتيب لم ياتي جزافا الروايه ضعيفه هذه بحسب الخوئ بحسب محمد باقر الصاد بحسب السيستاني هذه الروايه ضعيفه السند بهذا الغباء وبهذه السفاهه وبهذه الجهاله بموازين علم الرجال وموازين علم الكلام غطسوا في جاهليتهم ولم يعرفوا امام زمانهم لانهم ينكرون هذه الاحاديث يضعفونها ولا يجعلونها اساسا لمعرفه امام زمانهم هذا هو منهج حوزه النجف انا لا اكذب عليهم هم يتابعون برنامجي هذا صدقوني بشير النجفي الذي عرضت قبل قليل الفيديو الذي يتحدث فيه هو يتابع البرنامج مع تلامذته يتابعه وبقيه المراجع كذلك جميعهم يتابعون هذا البرنامج انا لا اكذب عليهم الذي اتحدث به هو حقيقه دينهم وحقيقه معرفتهم لامام زمانهم هذه هي عقائده ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الالباب وخسئت العيون خسئة العيون ان تقترب من فنائه هذا التعبير هو هو تعبير القران في سوره الملك في الايه الثالثه والرابعه بعد البسملة الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت التفاوت هو الفساد هو الاختلال هو عدم التناسب والاتساق في هندسة الكون وفي نظام العلائق بينما خلقه سبحانه وتعالى هذا هو التفاوت الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الفطور هو العيب هو النقص هو الخلل فارجع البصر هل ترى من فطور كرر النظر وكرر التدبر وكرر التدقيق هل في خلقه من نقص في نظامه فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين وكرر ينقلب اليك البصر خاسئا ذليلا وهو حسير وهو حسير في حالة من الانقطاع في حالة من الفشل من عدم القدرة على أن يعثر هذا البصر وهذا النظر على عيب في دقه صناعه هذا الكون الذي خلق سبع سماوات طباقا سبحانه وتقدس وتنزه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير خاسئا ذليلا منكسرا لانه لم يدرك شيئا وخسئت العيون خسئت خسئت العيون ان تقترب من فناء معرفته من عرفنا فقد عرف الله فهل تقترب العيون من فناء معرفه الله لا تدركه الابصار فمن ذا الذي يبلغ معرفه الامام او يمكنه اختياره هيهات هيهات. ضلت العقولُ. وتاهت الحلومُ. وحارت الألبابُ. وخسئت العيونُ. وماذا بعد يا أبا الحسن الرضا؟ وتصاغرت العظماءُ. هل هناك من عظماء؟ يوصفون بالعظمة عظمة الإنسان في عظمة عقله في عظمة علمه في عظمة أخلاقه في عظمة ظاهره وباطنه عظمة العظيم من بني البشر هي هذه التي حدثتكم عنها وتصاغرت العظماء هؤلاء العظماء تصاغروا حينما وجهوا انظار عقولهم الى فناء معرفه امام زمانهم تصاغروا تصاغروا هذا التعبير تصاغروا اي انهم اخذوا ينكمشون شيئا فشيئا التعبير ضلت العقول هذه دفعة واحدة وتاهت الحلوم هذه دفعة واحدة وحارت الألباب كذلك وخسئت العيون كذلك مرة واحدة ولكن حين يأتي التعبير وتصاغرت العظماء هذا يعني انهم يصبحون صغارا فاصغر 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 تصاغر تفاعل وتصاغرت العظماء وماذا بعد وتحيرت الحكماء ما قالت الروايه وحارت الحكماء، لاحظوا الدقة في التعابير، ألا لعنة على حوزة النجف، ألا لعنة على علم رجالها، ألا لعنة على علم كلامها. لاحظوا الدقة في التعابير، حينما كان الحديث عن العقول والحلوم والألباب والعيون جاءت التعابير في مستوى واحد، ضلت العقول. وتاهت الحلوم وحارت الالباب وخسئت العيون لما جئنا الى الادميين الى اصحابها تغير الكلام وتصاغرت العظماء لان العقول والحلوم والالباب والعيون وسائل الذي يستعملها من صاحبها هم العظماء والحكماء ولذا فهي تضل تتيه تحير تخسأ أما هم لأنهم يستعملونها وبنحو مكرر فكلما استعملوها كلما تصاغر العظماء والحكماء تحيروا لاحظوا التعبير عن الالباب لانها وسيله وحارت الالباب لكن اصحاب الوسيله وتحيرت الحكماء يعني هم في حيره بعد حيره مثلما العظماء في صغار بعد صغار الصغار هو المهانه انها مهانه العظمه عند العظماء الحقيقيين. اية عظمة عندي او عندكم تتلاشى عظمتنا ان كان عندنا من عظمه تتلاشى عظمتنا في فناء امام زماننا عبدك وابن عبدك وابن امتك ابائي عبيدك يا ابن رسول الله وانا وابنائي عبيدك يا ابن رسول الله امهاتي وجداتي اماءك يا ابن رسول الله وبناتي ونسائي اماءك يا ابن رسول الله عبدك وابن عبدك وابن امتك المقر بالرق يا بقيه الله والتارك للخلاف عليكم الموالي لوليكم والبراء من اعدائكم هذا هو عبدكم الحر العامل في بيت يخاطب امير المؤمنين يتحدث عن امير المؤمنين واني له عبد وعبد لعبده وإني له عبد وعبد لعبده وحاشاه أن ينسى غدا عبده الحر يشير إلى نفسه الحر العامل هو محمد ابن الحسن العامل لقبه الحر معروف من أنه من أحفاد الحر الرياحي شهيد الطفوف هكذا يعرف عن هذه الأسرة في جبل عامل آل الحر من أنهم من أحفاد الحر الرياحي إنه صاحب الوسائل محمد بن الحسن الحر، الحر لقب العائلة العاملي واني له عبد وعبد لعبده وحاشاه ان ينسى غدا عبده الحره وتحيرت الحكماء الحكماء في حيره الحكماء هم الذين تنورت قلوبهم امامنا الرضا لا يتحدث عن النواصب هنا انه يتحدث عن شيعته عن اوليائه العظماء هنا هم عظماء شيعته من هم الذين نصفهم بالعظماء من الشيعه العظماء من الشيعه هم الاقرب الى امام زماننا هؤلاء هم عظماء الشيعه ان كانوا من الرجال ام كانوا من النساء ان كانوا من الشباب ام كانوا من الشيوخ اقرب الناس من الشيعه الى امام زماننا هؤلاء هم العظماء. واذا اردنا ان نشخص مصداقا واضحا لهؤلاء العظماء انصار الحسين شهداء الطفوف هؤلاء هم العظماء الذين نسلم عليهم في زياراتهم ونخاطبهم من انهم طاهرون من الدنس. هذه هي العظمه وانما صاروا طاهرين من الدنس ليس لاجل سواد عيونهم لانهم صاروا قريبين من حسين من مصدر العظمه في دعاء السحر الذي يقرا في هذه الليالي اللهم اني اسالك من عظمتك باعظمها وكل عظمتك عظيمه اللهم اني اسالك بعظمتك كلها اعظم عظمه الله اين تجلى تجلى في محمد واهل محمد نحن هنا لا نتحدث عن ذات الله ذات الله ليس فيها مراتب للعظمه لان المراتب تعني التركيب وذات الله ليست مركبه اللهم اني اسالك من عظمتك باعظمها اعظم العظمه محمد وال محمد فمن صار قريبا منهم صار عظيما لانهم اعطونا هذا الضمان من لزمنا لزمناه هذا ضمان واضح من محمد وال محمد صلوات الله عليهم من لزمنا لزمناه فمن لزم اعظم العظمه صار عظيما هؤلاء هم العظماء من هم العظماء سلمان الفارسي مثال واضح من العظماء جابر الجعفي مثال واضح من العظماء هؤلاء هم العظماء هؤلاء هم الذين تضل عقولهم وتتيه حلومهم وتحار ألبابهم وتخسأ عيونهم ويتصاغرون يتصاغرون يتصاغرون ليس صغراً صغاراً صغاراً فرق بين الصغر والصغار يتصاغرون صغارا وليس صغرا صغرا الصغير يقابل الكبير اما الصغار الصغار المذله والمهانه وخسئه العيون العيون خاسئه عيونهم خاسئه ذليله وعظمتهم مهانه وتصاغرت العظماء حينما يتوجهون بعقولهم وحلومهم والبابهم وحتى اذا ما توجهوا ببصائرهم تتصاغر عظمتهم لا أقول عند الإمام وإنما أقول تتصغر عظمتهم عند أفنية الإمام وليس في فنائه الخاص وإنما في الأفنية التي تحيط بفنائه الخاص هكذا يريد منا أئمتنا أن نعرف إمام زماننا قارنوا 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 بين هذا الذوق وبين السفاهة التي سمعتموها من مراجعكم وعلمائكم السفهاء قارن قارن نذهب إلى فاصل عن ميمون البان عن ابي عبد الله الصادق صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل نفس الزكي عن صالح مولى بني العذراء قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا خمسة عشر ليلة عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ان امر السفياني من الامر المحتوم وخروجه في رجب عن الحارث بن المغير عن امامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحه التي في شهر رمضان تكون ليله الجمعه لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء دخلوا في حيره بعد حيره من هم هؤلاء الحكماء الذين اخلصوا لله وتفجرت ينابيع الحكمه من قلوبهم على السنتهم هؤلاء هم الحكماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء تقاصرت شيئا فشيئا في كل مرة يزداد نقصهم ويزداد انكماشهم يتقاصرون ينكمشون شيئا فشيئا وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء الخطباء الذين هم خطباء بحسب الامام الرضا لا بحسب مراجع النجف لا كهؤلاء الذين عرضت لكم ما عرضت من تسجيلاتهم أو من فيديواتهم وحصرت الخطباء 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 كما يأتي هذا المعنى جميلا في عينية ابن ابي الحديد المعتزلي يخاطب امير المؤمنين انا في مديحك الكنون الكنون لا اهتدي انا في مديحك الكنون تتوقف القدره على الحديث أنا في مديحك الكنون، الكنون لا أهتدي وأنا الخطيب الهبزري المصقع. أنا في مديحك الكنون، الكنون لا أهتدي وأنا الخطيب الهبزري المصقع. إمامنا الرضا يتحدث عن مثل هؤلاء. لا عن مثل هؤلاء المضحكة الذين عرضت ما عرضت من أحاديثه هؤلاء مسخرة مسخرة ومهزلة يضحك عليهم الوهابيون والنواصب يضحك عليهم شباب الشيعة حينما يستمعون إليهم ويشاهدون تسجيلاتهم وما يبثون مما يقولون ان كان عبر الفضائيات او عبر الشبكه العنكبوتيه وحصرت الخطباء حينما يكون الخطيب في مثل هذه الحاله يكون عاجزا عن الكلام ليس قادرا ان يرتب العبائر لماذا؟ لماذا؟ لانه لا يملك صورة في ذهنه ليس هناك من صورة لذا فهو ليس قادرا ان يرتب العبائر عن اي شيء يتحدث فعقله في حيرة ومن هنا تصيبه هذه الحالة وحصرة الخطباء وجهلة الألباء مر علينا معنى اللب خلاصة العقل في أعلى مراتبه خلاصة العقول والحلوم وجهلت الألباء ليس هناك من علم ومن مجال للتعلم أبدا فإن الألباء قد غطسوا في جهلهم وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء سأعود إليه في حلقة يوم غد وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن أي شيء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره كيف يكون ذلك يا حوزة النجا يا حوزة السفاهة والغباء كيف تعرفين امامك؟ وما هذا بشيء من معرفه امام زماننا هذا وصف لحال الشيعه فانني لست في مقام الحديث عن معرفه امام زماننا انا اقرا الحديث الرضوي هذا وهذه العبائر تتحدث عن خيبتي وخيبه امثالي حينما تضل عقولنا وتتيه حلومنا وتحار البابنا وتخس عيوننا ونتصاغر اذا كنا من العظماء ونتحير اذا كنا من الحكماء ونتقاصر اذا كنا من الحلماء كل هذه القدرات هي قدرات عاجزه عن اي شيء عن وصف شان من شانه شان واحد او فضيله من فضائله وحق الحسين هذا الكلام في حاشيه بعيده عن فناء معرفه امام زماننا عرفتم الان لماذا اقول لكم لا تاخذوا دينكم من مراجع النجا هؤلاء جهال جهلاء جاهليون لا يعرفون امام زمانه عرفتم الان لماذا اقول لكم لا تاخذوا دينكم من خطباء المنبر الحمير لانهم حمير لانهم حمير اذا كان العظماء الحقيقيون يتصاغرون والحكماء الحقيقيون من اولياء اهل البيت يتحيرون والحلماء الحقيقيون يتقاصرون فما قيمه هؤلاء الاغبياء السفهاء الغاطسين في قذارات النواصف ما قيمة هؤلاء هؤلاء لا يستطيعون أن يعرفوا إمام زمانهم ولذا أقول لكم دائما طعامهم حرام ابحثوا عن الطعام الحلال أتحدث عن طعام العقول والقلوب طعامهم نجس حرام ابحثوا لكم عن طعام نظيف محلل طيب لعقولكم وقلوبكم ومن هنا بسطنا لكم مائده القمر فاهلا وسهلا بكم اذا كنتم تريدون ان تطعموا من طعامها وقت الحلقه انتهى نلتقي غدا ان شاء الله تعالى كي نكمل ما لم نكمله في هذه الحلقة، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله